مبدئيا العلاج الطبيعي دوره مهم جدا في الاصابات الرياضيه او في البطولات الرياضيه ايا كان نوع البطوله. العلاج الطبيعي دوره مهم جدا في ان احنا بنجهز اللعيبه قبل الماتش، وخصوصا ان ده دوري هواه، فاللعيبه ما بتبقاش جاهزه بشكل مستمر وان هي ما بتبقاش مؤهله كفايه للعب، فاحنا دورنا بيبقى زي مكثف او بنحتاج شغل كتير جدا مع اللعيبه ان احنا ممكن نجهزهم قبل الماتش، في حيث ان لو في لعيب عنده اصابه قديمه او لعيب عنده اصابه جديده او جاهز من كل حاجه بننصحه بحاجات كتير جدا، زي ان هو لو بيشتكي من حاجه يبلغنا قبلها نحاول نساعده بان احنا ممكن نحط له اللزق الطبي الرياضي، ممكن نعمل له تسخين للعضلات، ممكن نعمل له استرتشات بحيث ان هو يبقى جاهز للمباراه. الدور الثاني بتاعنا لما المباراه تبدا والماتش بيشتغل احنا بنبدا نتابع المباراه من بره ونبدا نشوف لو في حد حصل له اصابه نبدا نعمل له الاسعافات الاوليه، زي لو حد خد كدمه، حد حصل له التواء، حد حصل له اي مشكله، شد عضلي، مزق في العضله، فده دورنا الموجود في الملعب سواء قبل المباراه او بعد المباراه. طب كلمنا برضو عن نصيحتك للعيبه في البطوله، خصوصا ان الدوري هواه مثلا، فبتلاقي مثلا ان اغلب اللعيبه مش بيبقى فيه تغذيه كافيه او كده، فكلمنا عن دورك ونصيحتك ليهم. طبعا انا مبسوط جدا بفكره دوري الهواه ده، الاول ان هو بيخلي الناس اللي فعلا نفسها تلعب كوره او تشارك في بطوله يبقى حاجه كده يعني مهمه او حاجه تديهم دافع ان هم يطلعوا احسن حاجه عندهم. مشكلتنا بس ان زي ما قلت ان الموضوع بيبقى هو عشان جديد فالناس مش جاهزه، فانا بنصح كل الناس ان هي سواء عندهم ماتش قبل الماتش او بعد الماتش لازم يعملوا ريكفري، استشفاء لجسمهم بالكامل. بعد الماتش انصحهم ان هم يحطوا ثلج على الاماكن الحيويه في الجسم زي الركبه والكتف والظهر، وكمان لازم يسخن كويس قوي 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 قبل الماتش، ولو احتاج اي حاجه طبعا يبقى احنا موجودين. ودي يعني حاجه كويسه جدا من الدوري الهواه ان هو يهتم بالجانب الطبي وان هو دايما يبقى موفر للعيبه الحاجه اللي هيحتاجوها عشان خاطر نحميهم من الاصابات وعشان خاطر نساعدهم ان هم يطلعوا احسن اداء ليهم في الملعب. تعاملت ازاي مع الاصابات في البطوله؟ وقول لنا لو في اصابه صعبه كانت قدامك ولا حاجه في البطوله تعاملت معاها ازاي؟ كان في اصابات كتير جدا، كان في ناس حصل لها انكل سبرين التواء في الكاحل، كان في ناس حصل لها مشاكل في الركبه، مشاكل في الكتف، كان في ناس زي شبه خلع في الكتف. احنا بنتدخل تدخل سريع في الاول بحيث ان احنا ننقذه من الاصابه ونشوف لو هو ناخد القرار، لو هو قادر يكمل الماتش بننصحه انه يكمل، مش قادر خلاص بناخده بنوجهه ان هو يعمل ايه، يبدا يعمل الانفستيجيشن بتاعتنا زي الاشعه او التحاليل او التشخيص الصح للاصابه، وبنتابعه لحد ما بنعمله العلاج الطبيعي لحد ما يرجع تاني يشارك في البطوله بشكل طبيعي. فاحنا يعني حاولنا نساعد على قد ما نقدر، وان احنا الاصابات يعني لحد ما الدنيا كانت متوسطه مش اصابات كبيره جدا، وكده كده يعني المباريات بتدور بشكل كويس والناس بتخاف على بعض وبيتعاملوا بطريقه كويسه، فاحنا دايما موجودين في ظهرهم ودايما موجودين مع الدوري عشان خاطر نساعد ونقدم احسن حاجه ونحافظ عليهم وعلى صحتهم. تقييمك للجانب البدني في البطولة، يعني هي بطولة هواة فتقييمك ازاي ليها؟ هل هي مساوية مثلا للبطولات المتقدمة مثلا في الدرجة الأدنى أو الدوري الممتاز ولا لا؟ والله هو يعني الاداء البدني متوسط، ممكن تلاقي في الفرقه نص الفرقه او اكتر كمان بيبقى ادائهم البدني كويس جدا، في ناس بتتمرن عامه بشكل برضو هواه، بيتمرنوا في الجيم، بيتمرنوا بيجروا بيعملوا اي حاجه، فانا شايف ان المستوى البدني كويس وان هم بيقدموا حاجه طليق يعني بالبطوله. شايف ان هم قريبين جدا من الدوريات المتدنيه في الدوري المصري، وان شايف ان في ناس هنا ممكن تشارك بشكل كويس قوي في الدوريات اللي تحت، ويعني هي بس الفرصه ما تبقاش متاحه، لكن انا شايف ان الاداء البدني كويس الى حد ما، مش متدني خالص، وطالما بدأنا الموضوع يبقى ان شاء الله بعد كده هتلاقي الناس بتهتم اكتر، طالما في حافز ودافع ان هم يهتموا بالاداء البدني بتاعهم، وشايف ان الموضوع هتتقدم ان شاء الله في الدوري الجاي ان شاء الله.